كما كتعلموا على ان الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه وكذلك قاضي التحقيق استمع الى مجموعه من الضحايا اللي كيعتبروهم ضحيه الافعال اللي كتجلى في التشهير والسب والقذف عبر منصات حمزه مونبيبي اللي هي منصات متعدده. من هؤلاء المشتكين والضحايا هناك نور الدين الغرابي الملقب بنيبه، حضر عنه احد المحامي لان كلف احد المحامي للدفاع عن حقوقه ومصالحه، هو الذي حضر اليوم وانا اشرت اليه في المقابله بعد قليل او عفوا قبل قليل، اكدت على انه طلب المحامي السيد نور الدين الغرابي بمهله للاطلاع على الملف واعداد مطالبه المدنيه. كما تعلمون على ان هناك ملفات مرتبطه، هناك اكثر من قضيه، هناك عدد من المعتقلين. لماذا كثرت هذه القضايا وكثرت الملفات المعروضه؟ لماذا لم يعرضوا جميعهم في ملف واحد؟ لان الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه بعد تقديم شكايه المركز قامت بابحاثها وتحقيقاتها على مراحل، وبالتالي لم يتم القاء القبض على هؤلاء المتهمين في وقت واحد. لو تم إلقاء القبض عليهم في وقت واحد لتم الاستماع إليهم في محاضر قانونية داخل الآجال المحددة قانونا، لأن مدة الحراسة النظرية مدة تتراوح في حدود 72 ساعة أي 3 أيام، وبالتالي يجب تقديمهم إلى العدالة. فبالتالي تم ضبط المتهم الأول بمدينة أكادير وينحدر مدينة أكادير، ثم المتهم الثاني بمدينة القصر الكبير، ثم بعد ذلك هناك متهمين من مدينة مراكش، ثم هناك رجل أمن وهو موضوع ملف رابع، ثم هناك الملف الذي تتابع فيه الفنانة المعروفة وأختها. فبالتالي إجراء الأبحاث والتحقيقات في أوقات متفاوتة، ولا يمكن للمتهم الذي تم اعتقاله منذ نوفمبر ان يبقى رهن الحراسه النظريه طول هذه المده، لان الامر سيصبح اعتقالا تعسفيا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.